مساء البنبوني والشوكولاتة والكريم شانتيه. هنعرف سر الكلبة دي برضو في اخر حلقة، معلش استحملوني لغاية اخر حلقة، حكاية لذيذة قوي. المهم النهاردة هروح مع بعض مكان بيهذب وبيشيك وبيخلي الواحد احلى كتير من طبيعته، اللي هو الحلاق، اللي بعض الناس بتقول عليه مزين، يعني يزين الوجه ويزين الشعر ويخلي الواحد في احلى مظهر. تخيلوا حضراتكم بقى ان حد منكم رايح عادي جدا عند الحلاق وبيقعد عشان يتحط له كريمات وحاجات في شعره مش عارف ايه، بيقصوه بيضبوه عشان مناسبه جميله، عيد ميلاد، فرح، الى اخره. فتخيل بقى حضرتك قاعد وتحط لك كريم على شعرك، وفجاه اتقال ايه ده، الكريم ده مزيل للشعر. تخيل حضرتك داخل بشعرك امور قوي وخارج عامل كده. خلاص 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 يا حاج، ازاي ابنك؟ تمام دلوقتي الحمد لله. اهلا وسهلا بيك. اهلا اهلا يا باشا. تمام شرفتنا ونورتنا، انت اول مره حضرتك تيجي عندنا؟ اول مره. ده شرف لينا. اهلا وسهلا. حسن هنا الحاج بقى له قد ايه؟ هنا حدود الساعه. وهنا؟ هنا من ربع ساعه. لا خلاص خلاص، شيل البغال. اهلا يا حاج، اهلا وسهلا بيك. لا اهلا وسهلا يا باشا. لا برافو، انت كتر الكريم يا حسن. يعني ما تكون محل ازاي في حضرتك؟ اه طبعا انا حازم ده. اهلا وسهلا بيك. خلاص خلاص خمس دقايق. يا سلام، اديني فرشة كده من عندك حسن. لا اديني التانية بيضة بيضة. أنا عايز أفرق لك، ممكن؟ ليه مزاج أعمل لك فرشة؟ هيبقى اريح والشعريه هتنام تستريح اكتر. ادي الكريم. الكريم؟ كريم للشعر. كريم للشعر. ايه ده؟ ايه ده؟ كريم الحمام بخار. بخار ايه؟ انت حطيت هنا للاستاذ والاستاذ من ده؟ ما هو كريم واحد بس. ده مزيل شعر، مزيل شعر. اتفضل بره، انت هتجنني. خيبه التقيله دي. ايه ده؟ ايه يا حاج؟ ايه ده؟ في ايه؟ مدير شعر؟ لا لا لا، مفيش حاجة. مفيش حاجة. ايه ده؟ وريني حضرتك. ايه ده؟ ده شعر. لا لا لا،
ده حضرتك ده عامل وراه صفقه. اه بس إيه؟ طب اقعد يا حاج. قاعد ازاي انت اول مره تحلق عندي؟ انا مسافر. طب اقعد بس. ازاي اول مره؟ ده اول مره تحلق حاجه زي كده. طب معلش. طب اقعد. طب اعمل انا ايه؟ طب ثانيه واحده. ثانيه واحده. خدك من الكريم اللي لا مفيش كريم. ما مفيش حاجه يا عم. يا استاذ استنى بس دقيقه واحده. مفيش بس حاجة. مفيش حاجه. لا مفيش حاجه. ازاي مفيش حاجه؟ الراجل قاعد قبل نص ساعه. مراسه مراسه ايه ده؟ بس الشعر نزل. الشعر نزل. لا لا الشعر نزل. بقول لك استنى بس. لا ولا انا ايه اللي قاعد كده؟ لا لا يا استاذ. طب يا ناس يا تعالى يا استاذ. ايه ده يا شعرك ده؟ شعر ده ايه مان؟ لا 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 يا سيدي. شعر ايه ده؟ ايه مان؟ انا هروح الشط. لا حالك انت بس يا سيدي. اوعى يا عم انا هروح الشط زي ما انا كده. ازاي بس؟ لا انا هثبت حالة. لا طيب لا يا سيدي. حاضر. لا حاضر. حتى حط مية. طيب يا عم اوعى الراجل شعره وقع. سيبك منه. ما سيبنا نزعه. ازاي سيبك منه؟ سيبك منه يا عم. اوعى ايه؟ ثانية واحدة. ده هيشيل. ده هيشيل. ايه ده بقولك هتساعد؟ لا لا لا. اسمعني يا سيدي. سيبني من فضلك. عشان خاطر. من فضلك سيبني. عشان خاطر. لا عشان خاطر. لا 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 ابدا. فين وريني؟ ثانية واحدة والله. ثانية فين؟ اهو يا عم. ده انت كده بالإيحاء. مفيش يا حبيبي. مفيش صدقني. طب تعالى بس انا همسح. انت حطيت الكريم ليه؟ ما تمشي من قدام. حطيت الكريم ليه؟ تمشي من قدام يا استاذ لو سمحت. عشان خاطر. من فضلك امسح من محل. طب ثانية واحدة. لا الاستاذ جاي. ثانية واحدة. انا عايز اسحب المحل. لا لا اسحب المحل. ثانية واحدة. ده انا عايز الحلقة الواحدة. طب هثبت لك ده. حاضر. يا عم شعر هيقع كله. مش عاجبك؟ عاجبك؟ يعني انت جاي من قراحة خلقة؟ عجبني ايه؟ عجبني ايه اللي بتعملوه ده؟ يا عم ريح. ايه اللي بتعملوه ده؟ تعالى بقى. تعالى بس انا عايز اسحب المحل. طيب لو سمحت اسحب المحل. سيب التسامير. هيتشال. سيب التسامير. هيتشال حضرتك. بقول لك لا 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 مش موجود. ثانية واحدة. ما هو وقع كله. مفيش وقع ولا حاجة. انت فاهم بقى حضرتك؟ طبعا امليها تاني. امليها يا سيدي. سيبني بقى. استناني بس حضرتك. يا استاذ سمير ده انت فاهم يا عم. مش هنا. صاحب المحل. طيب يا حسن. لا بص بقى. بص اهو 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 بيطلع. مفيش حاجه يا سيدي. لا ما بيطلعش. يوه فاهم غلط. باروكة ايه دلوقتي؟ انت جاي بقى ايد تانية. معلش ارجوك. معلش. لا كفايه. لا عشان خاطري. من فضلك يا استاذ. عشان خاطري. يوه يا استاذ. مش عايز ميه. ده لساعه. انت بتسرق شعر ناس ولا لا يا حبيبي؟ لا يا حبيبي. ازاي دخلت دي؟ ما تنفعش. لا لا ما تنفعش. اهو اهو شعرك كويس. مفيش مشكله حبيبي. لا لا مفيش مشكله. انا بقالي ساعه. ده لسه حاطط. لا استنى. انا بقالي ساعه. انت لسه حاطط بتاع يا سيدي. وانا تقلق اهو. انا بعمل بواريك كده. ايه ده يعني؟ ده بشعر. استناني يا اخي. عامل البلوى ومنيل الدنيا. بلوه. معلش ثانيه واحده. ثانيه واحده بس. ثانيه واحده. مش حاجه. ايه ده؟ بلوى بوريك هنا. ما تخافش اهي. بص حضرتك حاجه لو وقعت شعره. وبعدين هجيب لك كده. مش وقعت شعره واحده. طب اقعد حضرتك. طب اديني الميه. طب خلاص خلاص. هات ميه. هات ميه. بيروح بيروح. مفيش مشكله. يعني انا في علاج. ايوه ايوه حضرتك. بسرعه حضرتك. بسرعه. طب اقعد حضرتك. طب فين الفوطه؟ فين الفوطه؟ فين الفوطه يا سيدي؟ بسرعه. ايه اللي على طول؟ خد النضاره. اقعد حضرتك. اقعد بس. يا ساتر يا رب. ثانيه واحده. ثانيه واحده. امسك الفوطه. امسك الفوطه. تعال معايا. لا ده انا عمري ما شفت في حياتي اللي بيحصل ده. حاضر حضرتك. حضرتك ما تقلقش. يا سلام عليك. ده انت عصبي بشكل حضرتك. انا ما شفتش حد كده خالص والله. انا ما شفتش ايه؟ انا عمري ما شفت زيكم قبل كده. يا ساتر. خلاص خلاص. اهو بص اهو اهو. لا يمكن هيقع. اهو اهو شعرك اهو. في ايه؟ شعره ايه؟ لا 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 ده حاجات بسيطه. معلش معلش. ايه اللي بيحصل ده؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه. ايه ايه ده؟ ايه فين صاحب المحل؟ مفيش حاجه. صاحب المحل. مفيش استنى اهو. ايه ده؟ هجيب لك ميه. ثواني. ايه ده؟ انت حطيت كتير. ها حطيت كتير. صاحب المحل. اقعد اقعد حضرتك. ما تخافش. اقعد يا ريس. اقعد اروح فين؟ اقعد يا عم ريس. طب اقعد يا سيدي. اقعد. مفيش حاجه. مفيش حاجه. اقعد حضرتك. اقعد. ما انت شعرك سليم. ما هو مفيش فين سليم؟ انت عامل كده نص ساعه. انا ربع ساعه بس. معلش. لا مفيش حاجه. لا 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 انت عشان شعرك خفيف قوي. طيب انا هعمل ايه؟ حضرتك شعرك خفيف. هو خفيف تكمل على الباقي؟ معلش معلش. هدي نفسك. ازاي بس على ساعه دلوقتي؟ ازاي ازاي ده؟ هدي نفسك. اقعد بس. طب هدي نفسك. اهي بقى. همشي باروكه. والله ما انا مشتغل الاول. انا مش عارف انا مشتغل. يا سيدي مش مهم. مش مهم ولا حاجه. ازاي بس؟ ازاي عملت كده ليه يا اخي؟ عملت كده ليه؟ خلاص يا سيدي اقعد بس. ازاي خلصت؟ ازاي بقى كده؟ حاضر يا سيدي ما تزعلش. انا ازاي؟ طيب انا عايز اعرف انا ازاي مش كده. هاتي لي الزيت. هاتي لي الزيت الابيض. هو ايه انت عايز؟ الزيت الابيض هيطلع تاني. اقعد يا بيه. اقعد اقعد. ما تزعلش. الراجل شعره وقع. الراجل شعره قعد ازاي يا سيدي؟ انا هاخد بيقطه. ازاي شعره وقع يا عم؟ مفيش حاجه يا سيدي. شعره هيقع. ما تخافش صدقني. هات لي يا حسن.
هات الميه هات الميه طلع صلاح روح بالميه ميه ميه ده ايه ده معلش هو عشان عنده شعره نص ساعه نص ساعه ربع ساعه بس شعره ميه معلش وريني كده تعال كده من قدامي يا اخي ده انت غريب مش هجيب الناس تخليهم مش ممكن ده حضرتك لا لا ده وراثة وراثة ايه؟ يعني وراثة دلوقتي؟ يعني دماغك تقرعها كلها حضرتك ما تخافش حضرتك خالص بص حضرتك شعرك زي الفل اهو خايف من ايه؟ كمان شوية هيقع مش هيقع طبعا والله يخرب بيوتكم طب تعالى 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 كده يا منى تعالى كده تعالى طب وطي وطي حضرتك مفيش مشكلة مفيش مشكلة حط الفوت حط الفوت حط الفوت مفيش مشكلة حضرتك مفيش تعالي كده يا منى انت بتعمل ايه مش بتعمل ايه ما تخافش مش في زفت حوض هنا مفيش يعني كمان ولا مساحه يا حضرتك مفيش هيطلع ولا يا راجل وسيبك بقى انا بقى يا ساتر يا رب استنى يا عم هات لي ميه ثاني هات لي ميه ثاني هات لي ميه لا ما هو مش حضرتك حاسس مش هيقع معلش 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 مفيش حاجه عشان غبي عشان معلش انت نفسك قال كده وقع الشعر معلش 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 على فكره صاحب المحل زمانه جاي وكل حاجه هتبقى تمام بس صاحب المحل معلش سيب لي سيب لي انا فاكر اسم صاحب المحل يا صاحب المحل طب روح البهيل روح البهيل روحي روحي خلاص خلاص ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش يا سيدي اهو زي الفل اهو دماغك زي الفل طب ده انت بحياته طب وانا معلش يا سيدي انت بحياته كده يا سيدي طب وانا حاضر حاضر بس عشان خلاص خلاص يا ما تقلقش ما تقلقش خد الكريم ايه ده كريم بخار بخار ايه كريم حمام طعم بخار ده مزيل للشعر مزيل للشعر انت اتجننت اتفضل يا اخي اتفضل يا اخي يا اخي هتجننونا مفيش فايده فيكوا ابدا ايه ده ايه ده تصحى في المحل في ايه تصحى المحل ايه ده موجود صاحب المحل ايه ده شعر لا 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 مفيش حاجه يا اخي حاجه ازاي بس يا اخي ايه ده ايه اللي بيحصل ده مفيش حاجه بتيو انت مين ده على حضرتك حضرتك طب انت مين فين سمير فين سمير ما تعمليش زيطه بس حضرتك ايه طيب ايه اللي بيحصل يعني اشمعنى طب اقعد بس اقعد حضرتك اشمعنى حضرتك ما البي قاعد اهو في حاجه ماله ده اهو يا عم يا عم وريني بس وريني وراسه حضرتك لا حضرتك ده وراسه قطع وراسه ايه لا يمكن وراسه ايه يعني ده حضرتك اول مره احلق ايوه اول مره احلق شعره بيقع بيقول لي بس انا مستغرب هتلك حضرتك لا يمكن حضرتك بعد نص ساعه هيبقى كده بعد نص ساعه هيبقى كده يا عم ما تعمليش كده انا حاضر في المكان الكلام ده من صغير بابا جاي 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 يا عم اقعد طيب انت هتعمل ايه دلوقتي انت في حاجه عندك يا عم اهو عايز اعرف ايه ما فيش حاجه مش هيطلع لا ربع ساعه حضرتك لا يا راجل ما هو سليم اهو فين في شويه برضه لا 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 انت بس حسيت ده احساس ما فيش حاجه شايف ان انت لازم تعمل لي زيطه في المكان ايه يحصل ده يا عم حضرتك من ورا اهو شخصيتي ايه الاول يا حضرتك انا مسافر عندي شغل القرع مالها لا اله الا الله ما كانش كده طب استنى هقول لحضرتك لا ده كده مش معقول ابدا لا 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 مش معقول ابدا كده في ايه يا عم لا في ايه لا انا هروح لا اسم ايه لا يا كلكم ده يا كلكم يا عم اسمعني لا طيب معلش مش ممكن مش عارف يقع انت عامل لي زيطه ليه مش عارف يقع كده لا 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 تقولي لا مش كده ما تقلقش معلش ايه اللي بيحصل ده صدقني ما في حاجه سيبني براحتي النقطه جنب هنا راح بالك ثانيه واحده نغسلهم بميه دلوقتي هاتوا ميه هاتوا ميه هاتوا ميه يا حسن ميه هتثبت هات ميه هنطيب ده طالع ده طيب دلوقتي يا عم من الناس مش انت بتعمل لي مشكله في المحل مشكله ايه ولا حاجه ده مش مشكله يا عم ده وراثه اللي عندك كده يمكن يكون براده هو ده الحاجه بتاع الوراثه هو في بتاع يقع يعني بيقع خالص اهو ميه 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 لا 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 ما ينفعش كده ابدا لا لا عشان لا عشان ده لا 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 ده مش معقول لا 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 ده مظبط خيالك ايه ده ايه ده يا ابني اللي بيحصل ده اديني بس الدماغ سريع معلش معلش لا حضرتك بس حضرتك بس اني دي ثانيه واحده ثانيه واحده مش ممكن ابدا كده عشان هدوء ممكن كده ابدا ثانيه واحده حضرتك ممكن ابدا كده لا ده شعر انت تخيلت والله اهو شعرك اهو اهو ايه شعري بيطلع في ايدي خالص يا عم مفيش حاجه انت بس بتفكر الحكايه والله ولا في اهو بيجي في الارض انا شايف شعري لازم انت زي الفل بعد ما استحميت وزي القمر بص شعرك مش غير على حاجه وانت زي القمر صباح الخير